ده اللينكس شيل سكريبت معانا برضو. هو يعني شغال احنا في الخمسة كده دكتور داخل في الميد. يعني خلونا بس كده نخلص المحاضرة دي وبعد كده نتكلم، ماشي يا رجالة؟ تمام يا دكتور. طيب انا بريكورد اهو. طيب ان شاء الله شباب النهارده في شابتر 5 هنتكلم على السي بي سكادلنج، والشابتر ده من اجمل الشابترز اللي عندنا، لان زي ما قلنا في الجوريزمز، وكل الجوريزم هنفهمه ونحل عليه مساله، فبالتالي الموضوع لذيذ جدا. هنتكلم على السكادلنج كرايتيريا، سكادلنج الجوريزمز، ثريد سكادلنج، المالتي بروسيسور، الريل تايم سي بي يو، اوبريتنج سيستم اكزامبل، والالجوريزم ايفالويشن. احنا عارفين طبعا ممكن يكون عندي بروسيسور واحد، صح ولا لا؟ وعندي اكتر من بروسيس. لو انا عندي الاوبريتنج سيستم ما بيدعمش المالتي تاسكينج، فبالتالي الموضوع ده هيبقى صعب جدا جدا، صح يا شباب؟ يبقى كده التاسك اللي تخلص وبعدين تستنى الثانيه وراها لحد ما تخلص، افرض واحده كانت تقعد 5 ساعات وتاسك محتاجه 3 ثواني، فالثلاث ثواني دي هتستنى من 5 ساعات لحد ما تخلص، فالبروجريس هيبقى صعب قوي قوي. فبالتالي ظهر السي بي يو سكادلنج عندي علشان ابدا اشغل اكتر من تاسك بنفس الوقت. فالكلام ده بيعمل حاجه اسمها بيماكسمايز السي بي يو يوتيلايزيشن، ان انت حضرتك تقدر تشغل حاجه وتخليها تويت شويه وتشغل حاجه تانية وتبدل بينهم اند سو اون. عندي حاجه اسمها السي بي يو انبوت اوت بوت بير سايكل. عندي هنا بتيجي تبدا السي بي يو البروسيسور شغال، وبعد كده بيويت للانبوت اوت بوت فهيبقى ايديال، وبعد كده البروسيسور يشتغل وبعد كده يبقى ايديال، يشتغل ويبقى ايديال. لا، لو انت بقى الجزء اللي هو بيويت فيه ده، يعني انت بعت تاسك للبرنتر ومستني ترد عليك، بتسيرش ومستني فايل بيرد عليك في انبوت اوت بوت، فبدل ما البروسيسور يبقى ايديال، لا هيروح يعمل تاسك تاني وتالته وهكذا. واصله يا رجاله؟ جميل. طيب في هيستوجرام كده عندي للسي بي، السي بي بيرس اللي هو السي بي تنفيذ وقت، يعني الوقت بتاع الايه السي بي. لارج نمبر اوف شورت بيرسز او بالسز، يعني او عندي في بيبقى عدد كبير من الشورت بيرسز، يعني ايه وقت التنفيذ يا جماعه بقى قليل، يعني مش شباب سامعني؟ ايوه دكتور، معذرة، هو ما اعرفش، هو انفصل مرة واحدة كده، فأنا ما اعرفش إيه اللي حصل بصراحة. معرفش. مشكلة في النت تقريبا. ممكن النت عندي حصل فيه مشكلة، ولكن الصوت واصل كويس عندكم يا رجالة؟ حاليا ايوه. ايوه تمام. طيب جميل، ايوه دكتور. خلينا نبص كده برضو. خلاص يبقى احنا البرزنتيشن واضحة. ايوه دكتور، بس لو ممكن تعيد اخر جزء بس عشان حاضر حاضر. بيبقى عندي دايما البروسيسور، يعني معظم التاسكس او الحاجات اللي بتشتغل بتاخد وقت قليل، خلاص كده يا جماعه. الحاجه اللي بتاخد وقت كبير جدا عددها صغير، فعندي لارج نمبر اوف شورت بيرسز، خلاص تايم يعني بروسيسور تايم. انما الحاجات اللي بتاخد وقت كبير ده عدد صغير، جميل. اكوردنج تو ده الديوريشن وده الفريكوانسي. معايا يا شباب؟ جميل. طب السي بي سكادلر بيعمل ايه بقى؟ بيبقى عندي يا جماعه مجموعه من البروسيسز اللي عايزه تتنفذ. ايه اللي بيحصل؟ بيرتبهم بمعيار معين، يبقى بيسلكت من البروسيس الموجوده عندي في حاجه اسمها ريدي كيو، وبيالوكيت بروسيسور للبروسيس دي. لو عندي اكتر من كور يشغل كور هنا وكور هنا، وبعد كده يبدل بينهم، يجيب بروسيس ثالثه ورابعه اند سو اون. طب هو بيختار بناء على ايه؟ يبقى في الجوريزمز بقى عندي، هنعرف بعد شويه ان في عندي الجوريزم اسمه فيرست كام فيرست سيرف، خلاص يعني اللي يجي الاول يشتغل الاول. وهنلاقي الجوريزم احسن منه شويه اسمه الشورتست جوب فيرست، يعني لو انا عندي 10 هرتبهم الصغير للكبير واشتغل بالصغير في الاكبر في الاكبر. في طريقه ثالثه يقول لك لا، طب وليه؟ طب ما انا ممكن اعمل حاجه اسمها راوند روبن. يعني ايه يا سيد؟ يعني هتقول لي هتفق على تايم سلايس 3 ملي سكند، يبقى كل بروسيس 3 ملي سكند وتقف ثاني في الطابور، 3 ملي سكند وتقف ثاني في الطابور وهكذا.
واصلة يا رجالة and soon. معايا يا شباب لحد دلوقتي؟ ايوه ممتاز. يبقى عندي ال Q may be ordered بترتب بطريقة زي ما قلنا من شوية. بياخد decision لما ال process تسويتش من ال running لل waiting state، تبقى running شغالة وبعدين انقلها ال waiting، او switch ال process من ال running لل ready. ال waiting دي يعني ايه يا شباب؟ يعني هي مستنية printer ترد، مستنية input output يعني يرد file مش عارف ايه الكلام ده كله، ده ال waiting. ال ready معناها ال process جاهزة ومستنيه بس البروسيسور يعمل اساين ويشغل. جميل. او في حاله لو بسويتش من الويتنج للريدي، انا كنت ويتنج اروح ريدي وبعد كده استنى اخد بروسيسور وبعدين اشتغل. طيب او بالترمينيت، يعني سي بي يو سكادلينج سيجنز بتحصل امتى؟ لما البروسيس كانت راننج وبعدين بتويت برينتر او فايل او اي حاجه، او كانت راننج وبقت ريدي، خدت كانت بتشتغل راوند روبن، خدت الثلاث ثواني بتوعها وراحت وقفت في الطابور تاني، في طابور الريدي. هنا الويتنج مستنيه البرينتر ترد. هنا من الويتنج للريدي خلاص هي كانت ويتنج والفايل رد او الاي او رد بس التايم خلص، فبروسس ثانيه شغاله فتستنى بقى لحد ما تاخد دورها تاني. او تترمينيت معناها خلصت. ده كده عظيم جدا. يقول لي السكادلينج من واحد لاربعه از نون بريمبتيف. خلاص؟ يعني ايه نون بريمبتيف؟ في كلمه بريمبتيف يا شباب ونون بريمبتيف، او بريمبشن ونون بريمبشن. بريمبتيف يعني ايه؟ يعني يشتغل شويه ممكن ويستنى وتيجي بروسس ثانيه تشتغل ويرجع يكمل عادي مفيش مشكله. انما نون بريمبتيف معناها لا. خلاص يا شباب؟ ان هو يشتغل لحد ما يخلص وايه؟ ويخرج. ماشي يا رجاله؟ في اي مشكله؟ فبيقول لي مدام. واحد واربعه دي نون بريمبتيف. خلاص يا شباب؟ واحد ايه؟ واربعه دي نون بريمبتيف. نون بريمبتيف يعني ايه؟ يعني تكمل لحد الايه؟ لحد الاخر. جميل؟ ماشي دكتور، مش فاهم بس النقطة دي، يعني هو ازاي، ايه الحالة اللي بيشتغل فيها بالطريقة دي بالظبط؟ تمام. احنا قلنا في طريقتين، الطريقه في بريمبتيف يعني ايه، وده الاساس عند حضرتك، الاساس عندك في السكادل. بريمبتيف يعني ايه يا طارق؟ يعني تشتغل شويه وتركن على جنب ويجي زميلك يشتغل وبعدين يركن على جنب والتالت يشتغل وبعدين يرجع تاني نكرر الايه الدور. ودي وصلت نفس بتاعت الراوند يا دكتور. بالظبط، ده مثال عليها. الله ينور عليك، ده مثال عليها. ماشي كده؟ تمام ده تمام معناها كلمه بريمبتيف. بريمبتيف يعني ايه؟ يعني يخش يشتغل شويه ويرجع بعد كده ينتظر ويشتغل. انما نون بريمبتيف يعني ايه؟ لا ما بتخرجش لما تخلص. ماشي كده؟ فيها اي مشاكل؟ هو النون بريمبتيف يا دكتور برضو مثال على الراوند ولا على حاجة تانية؟ عشان بس لا الواحد النون بريمبتيف دي لا مش راوند روبن، ده نقول مثلا فيرست كام فيرست سيرف مثلا يعني. خلاص؟ يعني ايه؟ يعني اللي تمام يجي الاول يشتغل لحد ما يخلص ويتكل على الله. جميل كده؟ تمام يا دكتور، وصلت، شكرا. طيب هنلاقي بقى اثنين وثلاثه دي بريمبتيف. يعني ايه؟ يعني بسويتش من الراننج للريدي. انت كنت راننج واخد بروسيسور وشغال، مفيش حاجه عطلتك، مش ويتنج ولا حاجه، لا ده قال لك لو سمحت بعد اذنك الثلاث ثواني خلصوا، لو سمحت اقف تاني في اخر الطابور لحد ما يجي دورك وخش. فده كان قلت من الراننج كنت شغال خلصت ثلاث ثواني ورحت وقفت في الريدي كيو. او لو انت كنت ويتنج ما رجعتش كملت تاني راننج، لا ده انت رحت من الويتنج للايه للريدي، لان على ما الويت خلص وجيت تشتغل كان دورك وقتك خلص، فرجعت زي الشاطر كده وقفت تاني في الايه في الطابور استنيت الدور بتاعه. فاثنين وثلاثه دول يمثلوا الايه البريمبتيف، واحد واربعه يمثلوا النون ايه النون بريمبتيف. ماشي يا شباب؟ خلاص تمام. جميل. يبقى هنا لو انا باكسس بقى على داتا شيرد بين اكتر من بروسيس، البريمبشن وايل ان كيرنال مود يعني ممكن تشتغل شويه وتعطل شويه او اركن شويه اند سو. جميل. ده بيكونسيدر الانتربت اوكيرنج ديورنج كروشال او اس اكتيفيتيز. عادي انتربت يعني ايه؟
هو يعني ايه كلمه انتربت زي ما قلنا قبل كده؟ انا بشرح، راح طارق سائل سؤال، رحت سايب اللي بشرحه وردد عليه. طب بعد ما خلصت اجابتك هرجع اكمل، ده اسمه انتربت وده اسمه بريمبشن. في مشكله كده، اشتغل شويه واتعطل واشتغل وعطل وعن سوق، كنت شغال بشرح في دي وبعدين رحت السؤال رديت على سؤالك جاوبته خلصت رجعت ايه اشتغلت على الايه على اللي كنت بشرحه تاني. وده الاساس في الاوبريتنج سيستم، يبقى انتربت دريفن. انتربت ايه دريفن. عندي حاجه اسمها الديسباتشر. الديسباتشر موديول ده اللي بيجيف الكنترول للسي بي يو بتاع السي بي يو للبروسيس انها تشتغل. طيب ايه اللي بيحصل عندي؟ السويتشنج كونتكست او الكونتكست سويتشنج، صح؟ يكون عندي بروسيس شغاله وبعدين تقول له قفل يا عم البي سي بي بتاعك، البروسيس كنترول بلوك اللي فيه الاي دي والستيت بتاعتك والبروجرام كاونتر، صح؟ والفايلز وكل الحاجات اللي هي الايه بتاعتك، وبعدين اروح اقفلها واروح افتح الايه البي سي بي بتاع البروسيس الثانيه وبعدين تشتغل، صح يا رجاله؟ فاكرين المثال ده لما قلت لك انا قاعد بشرح على المكتب في اللاب وبعدين جه دكتور تاني عايز يخش، فانا بقفل واسيب وبعدين بقوم لحد الباب، فده كده ايديال. وبعد كده هو بيجي من عند الباب لحد الكمبيوتر، الوقت ده برضو الكمبيوتر ايه ايديال، صح؟ فده كده بنسميه ديسباتش ليتنسي. ديسباتش ليتنسي اللي هو الوقت ده كده من اول ما انا قفلت عندي وجيت بعمل لود للثانيه وبعدين تبدا تشتغل، فالوقت ده كله بنسميه ديسباتش ايه latency، the time it takes for the dispatcher to stop one process and start another running. ودي شرحناها قبل كده اعتقد. يعني في حد بس مش فاهم دي او مش فاهم الرسمه دي او مش فاهم يعني ايه dispatch latency؟ لا تمام يا دكتور، تمام. المقصود بقى هو الوقت بين العمليتين يعني، صح؟ بين قفل واحده قفل بروسيس وفتح الثاني. اه تمام. تمام. يعني لو جالي تعرفها مثلا في المد وكتبت بكلمات معبرة يعني توضح المعنى، خلاص كده تمام، صح؟ بس الوقت اللي هتستغرقه انه يقفل واحدة ويفتح التاني، stop one وstart another. شكرا. تمام يا دكتور، شكرا. ولو عملت الرسمة الجميلة دي البي زيرو executing جاي وبعد كده جاتها حصل interrupt او هتحصل تشتغل واحدة تانية، فبسيف البي سي بي زيرو وبعدين بلود بي سي بي 1 وبعدين باكسكيوت بي 1 وبعمل في النص كده ده dispatch latency. كده خدت الدرجة كاملة وانت مطمن. تمام زي الفل أوي. ممتاز. طيب في عندي بقى ايه هي الكرايتيريا او المعايير بتاعه السكادلينج او الجدوله بتاعه البروسيسور. الهدف العام انك تخلي البروسيسور شغال طول الوقت، يبقى السي بي يوتيلايزيشن ان اكيب السي بي يو از بيزي از بوسيبل، ودي اول كرايتيريا او اول معيار. تاني معيار ثروبوت، اللي هو بدل ما كنت بتنفذ في الثانيه بروسيس واحده او في الدقيقه خمسه بروسيس اخليهم 50 بروسيس، يبقى ايه throughput هو number of process that completes the execution per unit time. ايه unit time؟ دي ثانيه، دقيقه، ساعه، ما تفرقش بقى. فينا رجاله؟ في اي مشكله؟ لا تمام. في اي سؤال يا جماعه في الحته دي؟ ممكن الحته دي تانية يا دكتور؟ حاضر. هو ايه اهداف السكادلينج او الجدوله؟ ان البروسيسور ما يبقاش قاعد نايم على ما اقفل دي وافتح دي وهو قاعد بقى يروح ياخد له تعسيله كده، لا انا عايز اشغله في حاجه تانية. كان البروسيسور ده انت مشغله موظف عندك والموظف ده عايز يشتغل 24 ساعه. فهدف اول هدف ان انا استفيد استفاده قصوى من البروسيسور اسمها سي بي يوتيلايزيشن، اللي هو اكيب البروسيسور از بيزي از بوسيبل، شغال على طول. ماشي؟ واصله دي؟ تمام. الهدف الثاني ثروبوت، يعني ايه؟ يعني تزودي عدد البروسس اللي هتتنفذ في الدقيقه او في الثانيه، في اليونت تايم يعني، في الثانيه، في الدقيقه، اند سو. جميل. يبقى هنا نمبر اوف بروسس ذات كومبليت زير اكسكيوشن بير تايم يونت، يعني بدل ما كنت بعمل اثنين بروسس في الثانيه يبقوا خمسه، يبقى كده زودت الثروبوت. ماشي كده؟ واصله؟ ممتاز. في عندي حاجه اسمها التيرن اراوند تايم يا جماعه، ركزوا بقى معايا. التيرن اراوند تايم يعني ايه؟
الاماونت اوف تايم تو اكسكيوت ا بارتيكولار بروسس، يعني الوقت اللي خدته في تنفيذ البروسيس دي قد ايه، ثانيتين، 3 ثواني، 4 ثواني، دي اسمها تيرن اراوند تايم. طيب في عندي حاجه اسمها الويتنج تايم، ده الوقت اللي انتظرته البروسيس في ريدي كيو. زي البنك، البنك يا جماعه في عندي انا دخلت الساعه 10 و5 وقفت على الشباك الساعه 10 ونص، يبقى الويتنج تايم بتاعي كام؟ ده ناقص ده، صح ولا لا؟ لما 25 دقيقه، متفقين؟ صح. طب ايه التيرن اراوند تايم؟ وقفت على الشباك خدت دقيقتين وروحت، يبقى التيرن اراوند بتاعي تايم قد ايه؟ دقيقتين، يبقى الاماونت اوف تايم تو اكسكيوت ا بارتيكولار بروسيس. ايه الويتنج تايم؟ الوقت اللي استنيته قاعد كده على الكرسي عمال ابص على اللوحه لحد ما يجي رقم، يبقى الاماونت اوف تايم البروسيس كانت قاعده في الريدي كيو، انا قاعد كده جاهز مستني دوري عمال ابص لحد ما يجي دور، ده الويتنج تايم. في ريسبونس تايم، جميل. الريسبونس تايم ده بقى يعني ايه؟ ده الوقت المستغرق من اول ما الريكوست اتعمل له سبمشن لحد اول تنفيذ. معاك يا رجاله؟ يعني ايه دكتور؟ تاني يعني ايه تاني النقطة الأخيرة دي؟ تاني تاني، انا عندي هنا الريسبونس تايم يعني هو رد عليا بعد قد ايه، خلاص، او انا بدات اشتغل عندي اول تشغيل، لان انا عندي مش البروسس ممكن يا جماعه تشتغل شويه وتركن وتشتغل وتركن وتشتغل وتركن، صح ولا لا؟ صح، انتوا مظبوط. معايا؟ ايوه ده. يبقى انا الويتنج تايم في اول مره انتظرت 5 دقائق، والتاني مره 10 دقائق، وتالت مره 10 دقائق، يبقى مجموع الايه الويتنج تايم 10 و10 و5 يبقى 25. فيها مشكله؟ جميل، دي واصله كده الويتنج تايم. واصلة لك. طيب التيرن اراوند تايم انا بقى ايه الوقت اللي خدته في التنفيذ كله قد ايه، لحد ما بدات، من اول ما بدات لحد ما خلصت. انما الريسبونس تايم يعني ايه؟ يعني لو اول تنفيذ ليا كان بعد قد ايه، ممكن اكون بعد كده استنيت وما خلصتش، بس انا اول تشغيل ليا كان بعد قد ايه، اسمه ريسبونس تايم. الاماونت اوف تايم ات تيكس من اول ما عملت سبمشن ريكويست لحد اول تشغيل، حد اول ايه تشغيل نوت الاوت بوت، خلي بالك. ماشي، لسه دكتور يعني بصراحة مش فاهم. تاني أنا فاهم من اللي حضرتك بتقوله، بس ممكن ناخد مثال يا جاب أوضح؟ جاي يا جاب مثال، جاي بمثال. يا ريت. طيب خلينا هنا، هنا بي واحد بي اتنين بروسيس، يعني بي تلاتة بي واحد تاني وهكذا. بي واحد هنا يا جماعة سي هنا عند 20 مثلا، بي واحد خلصت عند كام؟ عند 20، ماشي كده؟ تمام؟ جميل. طيب هي انتظرت قد ايه؟ هي اول ما جت هنا اشتغلت ما انتظرتش حاجه، وبعدين عملت ويتنج هنا فانتظرت الوقت ده، هشوف الوقت ده قد ايه، صح كده يا شباب؟ تمام. وبعدين رجعت اشتغلت، طب خلصت لحد هنا يبقى خلاص. طب جت بروسيس 2 اشتغلت ورجعت خلصت تاني 3، يبقى ويتنج، واحسب الويتنج لحد ما تخلص، يبقى ده الويتنج عندي. طيب التيرن اراوند تايم اشوفها خدت كام ثانيه لحد ما خلصت، كام ثانيه تنفيذ شغل فعل. جميل يا شباب. طيب هنا الريسبونس تايم قد ايه بقى؟ الريسبونس تايم هنا زيرو. زيرو. ليه؟ لانها اول ما جت اشتغلت على طول، صح ولا لا؟ تمام. يعني احنا بنحسب الريسبونس تايم لكل بروسيس. البدايه بتاعتها على ما بدات خلت. طب بي 2 الريسبونس تايم بتاعها ايه؟ دي مثلا لو دي 5 ثواني مثلا، هيبقى الريسبونس تايم 5، يبقى ردت بعد ايه؟ يبقى بي 2 الريسبونس تايم بتاعها كام؟ 5. ما تقوليش هي خلصت امتى، او استنى انا بقول لك اول تنفيذ كان بعد قد ايه؟
اه تمام تمام وصلت يا دكتور، وصلت؟ وصلت انما بي وصلت. 1 ريسبونس تايم بتاعها زيرو، ايه ما الاماونت اوف تايم ات تيكس من اول ما عملت الريكوست لحد اول تنفيذ. انا بي 1 اول ما قلت له اشتغل، اشتغلت اول واحد، يبقى هنا زيرو. طب لو كنت هجيب الريسبونس تايم بتاع بي 2 تقول لي واستنى قد ايه؟ استنى 5، تقول لي بس رجع تاني اشتغل وتعطل، ماليش دعوه وخلص قد ايه؟ ده الويتنج تايم بقى تحسبه قد ايه؟ والترن اراوند تايم يعني اشتغلت قد ايه؟ لا انا بقول لك الريسبونس تايم. هو رد عليا بعد قد ايه؟ اول رد، اول رد بعد قد ايه؟ تمام يا دكتور، متشكر جدا. يبقى الهدف بتاعك انك تماكسمايز السي بي يوتيلايزيشن. يعني ايه؟ يعني تخلي البروسيسور از بيزي از بوسيبل، شغاله مرمطه، ماكس ثروبوت، انك تزود عدد البروس اللي تتنفس في الثانيه او في الدقيقه، بقى 5 خليهم 10، خليهم اكبر ما يمكن. اقلل بقى التيرن اراوند تايم، وقت التنفيذ تقلله قد ما تقدر، الويتنج تايم تقلله قد ما تقدر، الريسبونس تايم تقلله قد ما تقدر. صح ولا يا شباب؟ في مشكله؟ لا تمام جدا. ها اي سؤال يا رجاله لحد دلوقتي؟ اساله ما حدش يتكسف. ممتاز. يلا يا باشا، اول مثال عندنا او اول الجس عندنا بمسائل بقى. الجوريزم الجميل اف سي اف اس، فيرست كام فيرست سيرفت، زي الفيفو زي الكيو كده يا جماعه. شايفين الكيو؟ فيفو، فيرست ان فيرست اوت، اللي جه الاول اتنفذ الاول، ونفس أكيد القصه طبعا. فيرست كام فيرست سيرفت. احنا واقفين في بنك واللي بيجي الاول بيتنفذ الاول، صح كده؟ في اي مشاكل؟ لا تمام دكتور. طيب تعالى المثال اللي عندي ده، البروسيس عندي ثلاثه بروسيس، وده البرس تايم اللي هو السي بي يو تايم، يعني بتاخد وقت قد ايه في التنفيذ. يعني بي 1 بتاخد 24 ثانيه ملي ثانيه، ما تفرقش بقى. بي 2 بتاخد 3، بي 3 بتاخد 3، حلو كده؟ وبيقول لي ارسم الجانت شارت بتاعتي واحسب الويتنج تايم والافريج ويتنج تايم. بنعمل ايه؟ بنرسم كده يا جماعه شارت، وبنبدا من عند زيرو وبنمشي. مش الالجوريثم اسمه فيرست ايه؟ كام فيرست سيرفت، صح؟ بالظبط. يلا بي واحد جت، بي واحد محتاجه كام ثانيه؟ بي واحد، بي واحد محتاجه قد ايه؟ أربعة وعشرين برافو. فرحت شغال بي 1، يلا يا حاج لحد 24، خلصتي مع السلامة شكرا، يلا روحي. بي 2 عايزة كام ثانية؟ 3، يبقى 24 زائد 3 تخلص عند 27 وروحي. بي 3 محتاجة 3، يبقى 27 زائد 3 تخلص عند 30 وروحي. كده المسألة خلصت، أول جزء اللي هو الجانت شارت. في مشكلة؟ صعب؟ لا بسيطة دكتور. الويتنج تايم بي 1 استنت قد ايه؟ صفر. صفر، اول ما جت اشتغلت على طول، يبقى الويتنج تايم بتاع بي 1 زيرو. طب بي 2 استنت قد ايه؟ شوف اول تنفيذ 24. بدات عند 24، يبقى استنت 24. بي 3 استنت قد ايه؟ 27. 27، لان هي بدات عند 27. طب الافريج، هو تقولي الافريج المجموع على العدد، شو ما 3 اجمع الويتنج تايم ده زائد ده زائد ده على 3، يبقى 0 زائد 24 زائد 27، يبقى الافريج بتاعي كام؟ 17. حد كده في اي مشاكل؟ المفروض ان هي نجمع 24 زائد 27 زائد 30 على 3 ولا؟ لا بص عليك، الويتنج تايم بي 1 استنت قد ايه؟ بي واحد استنى 24 ثانية. يا راجل حرام عليك، بدأت بعد 24 ثانية ولا بدأت في الأول أول ما جت؟ لا بدأت، ماشي تمام، بدأت في الأول. فبي واحد بزيرو، بي أيوة اتنين أيوة بدأت امتى؟ فهمت خلاص تمام. وصلت؟ الله أيوة ينور عليك. في اي مشكلة كده؟ لا يا دكتور، يعني يا ريت الـ TMA كله كده والميد برضه. لا ان شاء الله ما تقلقش، ان شاء الله الدنيا تبقى تمام. طيب يلا تعالى مسألة تانية، هنعدل بس تعديله صغيره.
هنقول اللي جه الاول بي 2، بي 2 اللي كانت بتحتاج كام؟ 3. وبعدين جت بي 3 اللي بتحتاج كام؟ 3. وبي 1 اللي كانت محتاجه كام؟ 24. صح؟ صح يا رجاله؟ ايوه. ايه رايك لو الترتيب جه كده؟ تعال نجرب. بي 2 محتاجه كام؟ 3. فشغلت من 0 ل 3 بي 2 وروحت. بي 3 بتحتاج 3، يبقى 3 زائد 3 ب 6 وروحت. وبعد كده بي 1 هتشتغل عند 6 وزود 24 تخلص عند 30. حد كان في مشاكل؟ لا هي المسألة جت لك كده. تعال نحسب الويتنج تايم. بي 1 استنت قد ايه؟ ايه 6. شوف البداية 6، الله ينور عليك. بي 1 ب 6. طب بي 2 تقول لي بدأت عند 0، ما استنتش خالص. بي 2 ب 0. بي 3 بدأت عند 3، يبقى هنا 3. صح كده؟ في صح. مشاكل؟ طب الافرج مجموعهم على عددهم. صح؟ 6 و0 و3 يبقى 9 على 3 فات 3. الله، ايه الحلاوه دي؟ ده كان الويتنج تايم قبل كده 17، بقى هنا 3. اقول لك اه، ما هو ده بنسميه الكونفوي افكت بقى. ايه الكونفوي افكت؟ اللي هي شورت بروسيس بيهايند اللونج بروسيس، ودي مشكله. وده اللي حصل هنا. ان جت بروسيس بتحتاج 24، الطويل حطيته الاول وبعد كده القصير، فبقى يعني قعدت كتير لحد ما خلصت، وبعدين جم الغلابه دي خدت 3 و3 وروحت. بعدين الترتيب لما جه كده خلى الويتنج تايم 3 بدل 17 الافريج. فبالتالي يبقى اذا الالجوريثم ده فيه عيب. ايه العيب؟ ان هو اللي بيجي الاول بيشتغل الاول، يعني لو واحد جه ومحتاج 10 ساعات وواحد ثانيتين، هخلي ابو ثانيتين ده يستنى 10 ساعات. وصل يا جماعه؟ ايوه دكتور. عرفت يعني ايه كونفي افكت؟ اللي هو القافله، يعني التاثير القافله، اللي هو ايه؟ لو انت حاطط طويل قدام والقصير ورا، فالطويل هيحجب الايه؟ القصير، او القصير ده يعني يخليه بقى ايه؟ على ما ياخد دوره يبقى الدنيا اتهدت يعني. الالجوريثم ده صعب. صعب. حضرتك بتسأل يا دكتور انا بسأل، ده صعب ولا سهل؟ المسألة نفسها ولا اه، كل مسألة المسألة؟ مسألة مسألة. مسألة سهلة جدا. حلو، ايه عيب بقى الالجوريثم ده؟ عيبه ايه الالجوريثم ده؟ الكونفي اللي بيجي افكت، ان الأول هو لو بيرجع جت الأول. بروسس ايه؟ طويلة وبعد كده وراها قصيرة، فالقصيرة دي يعني هي تتعذب لحد ما تشتغل، صح؟ فبالتالي الويتنج تايم هيبقى كبير قوي. فاتعمل بقى تحسين عليه. الالجوريثم اسمه شورتست جوب فيرست. قال لك طب ما احنا ممكن نشتغل نرتبهم الأول، يعني ترتبهم؟ يعني بص يا عم، هات القصير بعدين الاكبر 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 وهكذا، يبقى الشورت جوب فيرست. ده الجوريثم جميل جدا جدا، بيعالج المشكله بتاعت الكونفوي افكت اللي كانت شفناها من شويه، اللي هو يقول لك لا يا عم الحاج انا هبدا بالصغير. تعال نشوف مثال. عندي بي 1 محتاج كام ثانيه؟ 6. وبي 2 محتاج كام؟ 8. وبي 3 7. وبي 4 3. حلو كده يا شباب؟ في أي مشكلة؟ لا تمام. ممتاز. طيب تعالوا معايا نحل المسألة دي. الشورتس جوب فيرست بيشتغل ازاي؟ ها، من اسمه كده شورتس جوب فيرست، هيبدأ بأنهي واحدة؟ بي 4. برافو، دي أول واحدة هيبدأ بيها. حلو، بدأ في بي 4. يلا اهي، محتاجه كام ثانيه؟ 3، يبقى من 0 ل 3 وشكرا. طب بعد كده اشطب على دي بقى كده، خلاص مع السلامه. بعد كده اهي 6 8 7 يشتغل مين؟ 6 7 8 يبقى ياخد 6 الاول. يلا هنا كانت عن 3 ويزود عليها 6 يبقى 9، يبقى بي 1 كمان خلصت. يلا بعد كده اخد بي 3 7، يبقى يلا 7 و9 يخلص عند 16 ومع السلامة. وبعد كده دي 8 16 و8 24. حد كان في مشكلة يا جماعة؟ لا دكتور تمام. هي الأسئلة احسب الافرج. خلصت. بي واحد استنت قد ايه؟ 3. 3. بدأت عند كام عشان ما تتلخبطش؟ بي واحد هي بدأت عند 3. طب بي 2 بدأت عند كام؟ عند 16.
يبقى الويتنج 16 صح؟ طب بي 3 9 اهي بي 4 0 يلا قول مجموعهم يلا 3 اللي هي 1 زائد 16 اللي هي 2 زائد 9 زائد 0 على 4 يطلع الافرج ووتنج تايم بتاعها كام؟ 7. فيها مشكله كده؟ لا صح دكتور، هي الاسئله في كده في الامتحان بنفس الطريقه. طيب يا رب ما يكونش في مفاجآت. تلاش ان شاء الله، ان شاء الله فيش مفاجآت. تلاش تمام ماشي جميل جدا. طيب في عندي بقى اللي فات ده كله يا جماعه، انت شايفه بريمبتيف ولا نون بريمبتيف؟ الالجوريثمين دول، دول نون بريمبتيف. يعني ايه نون بريمبتيف؟ يعني البروسيس بتخش تخلص وتخرج، تخلص كل شغلها وتخرج، ما بتشتغلش جزء وبعدين تكمل جزء وتكمل. فاتعمل بقى الجوريثم جميل جدا اسمه الشورتست ريمينينج تايم فيرست. جميل كده يا شباب، شورت ريمينينج تايم فيرست. يعني ايه؟ يعني عند حضرتك هتبقى شبه اللي فاتت، بس ممكن اشغل دي شويه وتستنى وارجع اشغلها تاني انصوم. تعال نشوف كده المثال واحنا نفهم. عندي بروسيس بي واحد، هنا زمن الوصول، في زمن الايه؟ الوصول مش يا شباب؟ يعني بي واحد جت عند تايم ايه؟ تايم زيرو. خلاص؟ وبتستغرق قد ايه عشان تخلص؟ 8 ثواني مثلا. بي 2 جت عند تايم 1 تاخد 4 ثواني. بي 3 جت عند تايم كام؟ 2 وبتاخد 9 ثواني. بي 4 جت عند تايم 3 وعند حضرتك بتاخد 5 ثواني. الالجوريثم ده بيشتغل ازاي؟ بكل بساطة كده. أول حاجة بيبص على arrival time عند تايم زيرو، كان عندك مين؟ ها عند تايم زيرو كان عندك مين؟ يا شباب بي واحد ده مفيش غيرها صح؟ كان دول لسه ما وصلوش، لأن هنا وقت الوصول الساعة 0 الساعة 12 الساعة 1 2 3 مثلا، ففي الوقت ده ما كانش فيه غيرها، فهتشغلها ولا لأ؟ أيوه شغلها صح؟ صح. فدي اشتغلت وكل شويه تبص في حاجات ولا لسه؟ فاشتغلت ثانيه. وبعد ثانيه جت بروسيس بي 2. تقول استنى بقى ستوب اقف يا وان، انت اشتغلت كام يا حاجه؟ تقول انا اشتغلت ثانيه. اقول له بص الريميننج بقى اهي، الريميننج الباقي فيها بقى 7، باقي لها 7 ثواني. حلو كده؟ حلو؟ حلوه يا رجاله؟ ايوه يا دكتور. وهنا بقى قارن بقى، يلا بقى عندك في 7 و4، مين اللي اشتغل؟ 7 تشتغل يا راجل، احنا بنقول الشورتست ريميننج تايم فيرست. تمام. مين الاقل؟ مين الاقل؟ 4 دكتور. فقلت للسبعه بقى اركني، اركني يا بي واحد كده على جنب شويه، وده بريم بتفقه اشتغل شويه وشيلته وركنته على جنب في ريدي كيو، وخدت البي 2. بي 2 محتاجه كام؟ 4، فجيت اشغلها. خلاص كده؟ خلي بالك بعد ما اشتغلت ثانيه عند الثانيه 2 يعني، جت بروسس ثالثه قال لك استنى استنى، انت اشتغلت ثانيه صح كده؟ بقى فيها كام دي؟ 3 صح يا رجاله؟ هي 7 دي جت ازاي؟ 7 جت ازاي؟ لا نقول المساله من الاول بقى كده وركزوا معايا، خلاص انا هقولها خالص من الاول خالص بس ركزوا معايا ماشي؟ مصحصحين؟ مصحصحين؟ اكيد. طيب البروسيس بي 1 وصلت عند تايم 0 وبتاخد 8 ثواني، بروسيس بي 2 جت عند تايم 1 وبتاخد 4 ثواني.
بي 3 عند 2 وبتاخد 9 ثواني، بي 4 عند 3 وبتاخد 5 ثواني. حلو كده؟ في حد عنده سؤال؟ ايوه دكتور، في سؤال. اتفضل. يعني الطريقه دي بيشتغل ثانيه واحده وبعدين يقف يحسب الارقام من اول وجديد، مظبوط كده؟ مش ثانية، على حسب يعني. افرض دي جت عند 3، يبقى اشتغل لحد تايم 3 وبعد كده يشوف لحد ما تيجي حاجة، يعني اه تمام. لحد ما تيجي ايه حاجة. جميل. تمام. طيب يلا، يبقى طب تعالى هيبدأ هو عند تايم 0. كان مين اللي موجود اللي كانت بتسأل؟ مين اللي كانت أنا يا بتسأل؟ دكتور. خليكي معايا هاجر، ما تقفليش المايك. ماشي، ما تقفليش المايك بعد اذنك. ماشي. عند تايم 0 كان عندي كام بروسيس واصلين في الكيو عندي؟ واحدة. واحدة. برافو عليك. فجيت اشغلها، اشتغلت ثانية، وبعدين بعد ثانية جت بروسيس اللي هي بي 2، صح؟ فيروح يقول لها استني بقى شوية، فأنت اشتغلتي كام يا حاجة؟ تقول أنا اشتغلت ثانية، صح ولا لأ؟ معايا؟ فالثمانية دي خدت منها ثانية، بقى لها كام؟ 7. وهنا بقى عندك بروسيس 4، بقى عندك 7 و4، مين الأقل؟ الأربعة. فراح ركن ال7، قال لها أنت يا بي 1 أنت كده فاضلك 7، أنا فاكر، اركني على جنب. وراح مشغل بي 2، صح كده؟ بي 2 شغالها لحد الثانية 2 هنا كده، لقى في بروسيس جات جديدة اللي هي بي 3 عند ثانية 2، قال لها استني استني اقف، أنت اشتغلت ثانية يا بي 2 صح؟ بقى فاضلك كام؟ 3 صح؟ مش اشتغلت ثانية يا هاجر؟ وبعد كده جت مين بروسس 3؟ 9. طيب بعد 7 و3 و9 مين اللي يكمل؟ 3. برافو عليك، راحت مكمله ب2 زي ما خرجتش ايه؟ جت عند 3، جت بروسس الرابعه، قالت لها استني استني يا بروسس يا 2، انت خدت ثانيه كمان، بقى فاضل لك 2. الرجاله كلهم وصلوا، يلا مين اقل واحد فيهم كلهم؟ 2. برافو. فكم خلاص بقى محدش جه تاني، فهكمل لحد ما تخلص لحد هنا كده، خدت الثانيتين بتوعها وعندي 5، ورحت شاطب عليه. وصلت؟ وصلت. يلا قارني بقى عند 7 وال9 وال5، مين اصغر واحده؟ 5. عشان كده بدأت بي 4 اهو، دي محتاجه 5 صح؟ وهي بدأ عند 5، 5 و5 10، فنهيت عند 10 ورحت شاطب عليه اهي. اللي بعدها ايه يا هاجر؟ ها عندي ال7 وعندي ال9، اشغل مين؟ 7. فجبت بي 1 بدأ عند 10، 10 و7 تخلص عند 17، شاطب عليه. فاضل بي 3، 17 و9 يبقى كام؟ 26. وخلصت المسألة كده، خلصت صح؟ معايا؟ القصه بقى، ركزوا معايا بقى في حساب الافريج ويتنج تايم، ركز معايا قوي. بي واحد استنت قد ايه؟ استنت 10 يا دكتور. بس خلي بالك، هل استنت 10 ولا هي كانت اشتغلت ثانيه هنا؟ مش عارف والله دكتور، اخترت. بص، مش هي اشتغلت هنا وبعدين اتركنت ورجعت اشتغلت عند 10؟ ايوه يبقى هي اتعطلت ال10 ثواني ولا كانت اشتغلت ثانيه من ال10؟ اشتغلت سنة من العشرة. فشيل الثانيه دي بقى، يبقى العطله 9 مش 10، يبقى 10 ناقص 1. وصلت كده؟ عرفنا وصلت ليه ناقص 1؟ لان هي يا جماعه هنا كانت اشتغلت شويه اهي، يعني انت عندك 10 ثواني. لو انت اول مره تشتغل عند ال10 هنا، ما كانش في واحد هنا، خلاص يبقى استنت 10 ثواني، انما هي هنا اشتغلت ثانيه فاخصمها، صح؟ معايا رجاله؟ يبقى هنا 10 ناقص 1. جميل. تمام. مين اللي مش فاهم بس بي 1؟ الويتنج تايم بتاع بي 1
كله فاهم يعني؟ الحمد لله. طب بي 2 بقى اللي هيقول الويتنج تايم بقى برنس، بي 2 استنت قد ايه؟ صفر. ليه صفر؟ عشان دكتور هي بدأت وبعدين اتركنت وبدأت اكتر من مره لحد ما خلصت كل المهام بتاعتها. بي 2 بي 2 الويتنج استنت قد ايه؟ ها استنت واحد، استنت واحد. امال هنا عندي اعملها واحد ناقص واحد اللي هي صفر ليه؟ دي هنا تسعه ليه صفر؟ لو صفر ليه يبقى بيفهم، يبقى برنس بقى. الواحد ده دكتور تقريبا بتاع البروسس اللي قبلها. لا بي 2 جت امتى؟ جت امتى؟ الارايفل بتاعها امتى؟ واحد. واشتغلت عند امتى؟ عند واحد برضه. جت الساعة واحدة واشتغلت الساعة واحدة، يبقى واحد ناقص واحد صفر، يبقى ما استنتش حاجة. فعلا. أنت فاتح الدكانة بتاعتك الساعة 12 أو الساعة صفر، الساعة 12 ماشي؟ وجت بروسس عندك الساعة واحدة واشتغلت على طول الساعة واحدة، تقول لي استنت ساعة؟ ما استنتش حاجة، ده هي أصلاً جاية الساعة واحدة واشتغلت الساعة واحدة، يبقى بقول واحد ناقص واحد. يبقى اشتغلت امتى؟ ناقص زمن الوصول، فتلاقي واحد ناقص واحد تطلع صفر. فعلا هي جت الساعه واحدة واشتغلت الساعه واحدة. صح يا رجاله؟ مين مش فاهم بي 2؟ طب بي 3 بقى، اللي هيقول لي بي 3 يبقى كده بياكد الفهم. بي 3 بدات عند كام؟ 17. بس هي ليه هي جايه من عند زمن صفر؟ لا هي وصلت عند الاثنين. برافو عليك، يبقى ال 17 ناقص الاثنين هي 15. واصله كده يا رجاله؟ تمام. طيب يلا بي 4 بدأت عند تايم كام؟ بدأت عند 5 صح؟ ايوه. بس هي جت الساعه كام بسلامتها؟ 3. يبقى 5 ناقص ايه؟ زمن الوصول 3، يبقى الويتنج تايم بتاعها 2. صح يا رجاله؟ جميل؟ في مشكله كده؟ يبقى عرفنا الويتنج تايم بتاع كل واحده؟ دكتور اتفضلي. انا مش فاهمه اللي هو 5 ماينس 3 اخر واحده. بص هي بروسس 4 بدات عند الثانيه كام؟ بص كده بدايتها عند فين؟ هي اللي انا معلم عليها دي. بقيت عند كام؟ طب هي جت الساعة كام؟ جت امتى؟ جت امتى؟ بي 4 الأرايفل تايم بتاعها اهو. زمان الوصول وصلت الساعة كام؟ 3. أنت بالله عليك اشتغلت الساعة 5 وصلت الساعة 3، يبقى استنيت قد إيه؟ 5 ناقص 3 اللي هم ساعتين. تمام. أو ثانيتين، أنا بقربها لك بس بمثال تقريبي بس عشان بس تفهمي تستوعبيه. واصلة كده؟ تمام. أقولها تاني يا نوران؟ لا خلاص. ممتاز. طيب يبقى الألجوريثم ده يا جماعة صعب؟ لا دكتور صح. ده بريمبتيف بقى. بريمبتيف يعني ممكن أعرف المسميات اللي تحت اللي هي الواحد والخمسة والعشرة وال17 وال26 الوقت ده يرمز لإيه؟ الويتنج تايم. تمام. ده المتوسط بتاع الويتنج، الأفريج ويتنج تايم. وده كده الويتنج تايم بتاع بي 1، الويتنج تايم بتاع بي 2، بتاع بي 3، بي 4. والافرج هو المجموعه العدد، صح ولا لا؟ يعني بنجيبه طبعا بالويتنج تايم ناقص الارايفل تايم. برافو. تمام يا دكتور. ماشي. الراوند روبن، الراوند روبن ده حاجه جميله جدا جدا. بدي يا عم حاجه اسمها تايم كوانتم كيو. ثانيه ثانيتين ثلاثه والدور بيلف. والدور ايه؟ بيلف. في مشكله كده؟ صعبة؟ لا تمام. جميل، فخلي بالك يبقى كل بروسيس بتاخد تايم كوانتم كيو وبتشتغل وتيجي اللي وراها واللي وراها واللي وراها، يوجوالي بيبقى من 10 ل 100 ملي سكند. خلاص؟ ومن التايم يخلص
دي حطها في الريدي كيو، جيب اللي وراها وهكذا لحد ما يخلص. خلي بالك عندي الكيو لو كبيره بشتغل فيه فيرست ان فيرست اوت، الكيو لو صغيره يبقى الكيو ماست بي لارج ويز ريسبكت تو كونتكست سويتشنج. يعني خلي بالك لو قللت الراوند روبن او التايم كوانتم او التايم سلايس قوي قوي، خلي بالك ده هيبطئ مش هيسرع. حد يعرف يستنتجها ليه؟ هبسطها لك. عندنا ايه؟ عندنا يا شباب طبق كشري يا ابني، انت هو انتوا نسيتوا ولا ايه؟ يا تمام جماعه يا دكتور، عندنا طبق ايه؟ طبق كشري. خدت منه معلقه هتحس بحاجه؟ هاكل ازاي؟ بالظبط، الله ينور عليك، ممتاز، انت كده مذاكر يا ابني، فكرنا اديك بونص. طيب تمام يا بص دكتور. يا شباب، لو جيت قلت لك احنا 10 10 بروسيس او 10 اشخاص عايزين خدمه ولا حاجه، هقول كل واحد هيقف ثانيه، فانت ثانيه يا عم انا ما لحقتش اعمل حاجه، اقول لك ارجع اقف في الطابور، والتاني والتالت، يبقى كلنا هنخلص بعد وقت طويل جدا جدا، صح ولا لا يا شباب؟ معايا؟ ده بيقول الاوفر هيد هيبقى تو هاي. الاوفر هيد انك بقى تستنى وتروح في الدور تاني وتيجي تشتغل ثانيه وهتستنى وتشتغل ثانيه وتستنى، اللي كل شويه تستنى دي الاوفر هيد، وقت اضافي. انما لازم الكيو لا تبقى كبيره قوي ولا تبقى صغيره قوي، تبقى كده افريج. طيب تعالى خد المثال الجميل ده، لو جيت قلت لك البروسيس دي اشتغلها راوند روبن بتايم كوانتم 4، تايم كوانتم ايه؟ 4 او الكيو 4، ماشي، وقال لك بي 1 24 بي 2 3 بي 3 ب 3، بيشتغل ازاي؟ بيقول لك تعالى والله بصوا بالدور كده، كل واحد ياخد 4 ثواني. بي 1 تعالى يا حاج خد 4 من 0 ل 4 واركني، فاضل لك قد ايه يا ستي؟ قالت فاضل لي 20، خلاص خليك فاكر. بي 2 الوقت المتاح لها كام ثانيه؟ 4، وهي ست محترمه خلصت بعد 3، يا ستي كتر الف خيرك، يبقى تخلص عند 7 ومع السلامه روحي. بي 3 انت متاح لك 4 ثواني، انت خلصت في 3، يا ستي كتر خيرك، يبقى 7 زائد 3 10 وروح. بعد كده بي 1 اديها 4 من 10 ل 14، يبقى فاضل فيها 16. وبعد كده يلا اديها كمان 4، يبقى فاضل فيها 12، 4 لحد ما تخلص، يبقى 4 4 4 وهكذا. في اي مشكلة يا جماعة؟ ها؟ يعني هو ماشي يا دكتور، أربعات بدل واحد ولا إيه بالظبط؟ حسب الكيو اللي بيدولك في المسألة، كيو بيدولك بكام؟ أربعة يبقى كل واحد ياخد قد إيه؟ أربعة. كأنك بالظبط، إحنا قلنا إيه؟ بصوا يا جماعة، أنا أنتوا الخمسة همشي بالدور، الأولاني 4 ثواني، الثاني 4 ثواني، الثالث 4 ثواني، الرابع 4 ثواني، وألف وألف وهكذا. طب معلش يا دكتور، بالنسبة للحاجات اللي عندها 3 ثواني بس، لما تاخد 4 ايه اللي بيحصل؟ أنا هاجي أقول لك جاوب على السؤال وليك 4 دقايق، فجاوبت أنت في دقيقتين، دي فيها مشكلة؟ لا هجاوب في الدقيقتين وهمشي خلاص ويبقى وفرت الدقيقتين اللي بعد. بالظبط. اقصد يعني ان هو هي بتعمل في 3 ثواني وبيقف، انا خلاص وبيكمل على الباقي. خلاص بقى الثانية دي بتترحل، بياخدها اللي بعدك، صح؟ تمام. فده كده من 4 ل 7، ما استناش الثانية لحد 8 وفاضي، لا على طول يلا اللي بعده من 7، اللي بعده من 10 وهكذا. تمام يا دكتور. بس خلي بالك هنا الراوند روبن جميل، بس الترن راوند تايم يعني على ما يخلص كل بروسيس بيبقى الوقت اطول شويه. يعني بص البروسيس دي هتخلص، بص لسه تخلص، تاخد وقت اطول، بس الريسبونس تايم اعلى، انك بترد رديت على الثلاثه، بص الثلاثه ترد عليهم ريسبونس تايم، يعني اول رد يعني الاولانيه 0، الثانيه 4، الثالثه 7، فهتلاقي ريسبونس تايم عالي. ماشي، تمام. خلي بالك الكيو شود بي لارج كومبير تو كونتكست سويتش تايم، يعني خلي بالك انت بتشيل بروسيس وتجيب بروسيس، فتاكسي رايح وتاكسي جاي، على ما تقفل دي وتفتح دي، ما تعمليش بقى الاربع مثلا ثانيه والقفل والفتح بياخد ثانيتين، ما انت كده بتهزر، لا تعملها اكبر.
من الكونتكست سويتشنج. الكونتكست سويتشنج بياخد ثانيتين على ما يفتح ويقفل، انت ادي لي التايم كوانتم 6 8 مثلا، والكيو بتبقى غالبا بين 10 ملي سكند و100 ملي سكند، لان عندك الكونتكست سويتشنج بقى اقل من 10 مثلا نانو سكند او بيك سكند او ملي سكند. ماشي يا شباب؟ أو يعني مايكرو سكند. رقم 4 اللي مكتوب فوق المقصود بيه 4 ملي سكند، 4 ملي سكند نانو سكند بيكو سكند فيمتو سكند، 4 وخلاص. فرق على بس. حسب على حسب التايم يونت اللي انا بشتغل عليه. خلاص انت في المساله دي مش تفرق معاك بقى، دي بالملي بالمايكرو بالنانو بالبيكو بالفي اي حاجه مش فارقه. لا انا بتاكد كده؟ بس عشان الخدع اللي بتحصل في الامتحانات. ما فيش خدع، 4 ملي مايكرو نانو بيكو ما تقلقش، مفيش فيها خدع خالص دي. تمام يا دكتور. ماشي، يبقى دي تايم يونت، تايم يونت. خلاص ممكن اقول لك ملي، اقول لك مايكرو، اقول لك نانو، اقول لك بيكو، اي حاجه مش فارقه. واصله كده؟ واصله دكتور. خلي بالك تايم كوانتم والكونتكست سويتش تايم. بص لو انا عندي البروسيس تايم بتاخد 10 ثواني مثلا يعني، او 10 ملي سكند، لو عملت الكوانتم بتاعي ب 12 يبقى هيحصل قد ايه، كام كونتكست سويتش؟ يعني كونتكست سويتشنج يعني شلتها ورجعتها، تمام؟ عشان تكمل هنا حصل اي كونتكست سويتشنج؟ زيرو. ليه؟ لان اصلا انت مديها وقت 12 وهي خلصت في كام؟ في 10. يبقى هل هي كملت لحد الاخر ولا عملت نصها وشلتها ورجعتها تاني تكمل؟ لا هي خلصت خلاص قبل الوقت. يبقى في كونتكست سويتشنج، هل هي اتشالت واستنت دورها ورجعت تاني ولا هي خلصت مع السلامه خلاص؟ لا خلاص. يبقى الكونتكست سويتشنج هنا بكام؟ بزيرو. عرفنا ليه زيرو؟ ايوه يا نورهان. يا دكتور عرفت. طيب تعالي بقى، لو قلت لك التايم كوانتم ب 6 فهتقولي لي ايه؟ البروسيس 10 فهتشتغل 6 وتستنى صح؟ وتروح وترجع، يبقى راحت ورجعت دي مره خلاص. يبقى هنا، يبقى هنا الكونتكست سويتشنج ب 1 صح؟ انما لو جيت قلت لك التايم كوانتم ب 1 وهي زمانها 10 فهتجيب الفرق، يبقى ايه؟ بص راحت وجت، وعد ثانية راحت وجت، ثانيتين راحت وجت، هتلاقي 9 مرات. فبالتالي خلي بالك ده وحش جدا، ده وحش جدا، وده هيبطئ العملية، وده برضو مش حلو لأن هيخلي الويتنج تايم كبير، وده معقول. واصلة يا شباب؟ يبقى لا تخليه كده ولا تخليه كده. وصلت؟ طور الأمور الوسط. الله ينور عليك، برافو عليك. دكتور هو احنا لما كاندم كان 6 يقولنا كونتكست سويتش 1 مش 4؟ لا كونتكست سويتشنج يعني ايه يا نورهان؟ يعني هي راحت ورجعت كم مره على ما خلصت؟ فرجعت مره واحده ثانيه، رجعت ما خدت الباقي وخلصت صح؟ ماشي. انما واحد هنا راحت وجت، راحت وجت 9 مرات. تمام. فالترن اراوند تايم بيتغير بقى مع التايم كونت. لو لقينا 80% من السي في بيرس شوت بي شورتر ذان الكيو، يعني انت بتدي تايم كوانتم بتلاقي 80% من البروسيس بتاخد وقت اقل. فاكر انت لما كان عندي 24 و3 و3 فكان 2 صح اللي هو 67% خدوا اقل من الكيو، اقل من الاربعه، واحد بس اللي عدى الاربعه. واصله يا رجاله؟ في اي مشكله؟ معلش ممكن تحكي انا يا دكتور الايه؟ في السلايد تاني؟ السلايد دي؟ انا مش فاهمه ازاي راحت ورجعت، بمعنى ايه مش فاهمه؟ يعني بص التايم اللي متحدد لها هنا كام؟ 6، وهي محتاجه كام عشان تخلص؟ 10. يبقى هتخلص من اول مره ولا هتخلص من تاني مره؟ من يعني هي خدت 6 ثواني، ماشي 6 ثواني كده ودورها خلص، اقف في الدور يلا واللي بعدك تيجي تكمل صح؟ يعني انت وزميلتك قدامي خلاص كده،
فانت جيتي اشتغلتي تمام، نفذتي نص العمليه بتاعتك وبعدين وقتك خلص، فهترجعي تقف في الدور ولا لا؟ وزميلتك هتيجي تخلص وبعدها ترجعي انت تكملي. فانت كده طلعتي من الصف ورجعتي كم مره؟ مره. فكانت اسمه كونتكست سويتشنج، لان بعد كده فاضل لها 4 ثواني خلصتهم، لان كل مره بتحتاج 6 وهي خدت 4 فخلصت قبل الوقت كمان. ماشي؟ تمام. انما الاولانيه انت مديها لها وقت قد ايه البروسيس؟ 12. وهي محتاجه كام؟ 10. يعني قلت لك الامتحان 12 دقيقه وانت خلصتي في 10 دقائق، فانت خلاص خلصتي في زي الفل وتمام 100 100. في مشكله؟ ممكن برضه دكتور يحسبوها بكم مره حصل انتربت للبروسيس، يعني بسيطه. هي راحت وجات كم مره؟ بالظبط. ما احنا زي ما قلنا طلعت ورجع، ادي مره. يعني حتى لو كدا؟ لو حد مش فاهم اصلا الصوره، لو شاف الرسمه اللي تحت، لو عدوا الخطوط اللي في النص هي 9 خلاص خلص. سيبك من عد الخطوط عشان بس ايه نعرف يعني ايه كونتكست سويتشنج. كونتكست سويتشنج يعني انا قفلت ورجعت تاني. انا فاهم يا دكتور، ما انا بقول الناس نفهم الكونسبت. الناس مش فاهمه يعني ايه راحت ورجعت. تمام. اللي كان بيسال، بس اللي كان بتسال مين؟ ايوه يا دكتور خلاص فهمت. فهمت يا هاجر؟ بجد؟ فهمت. ممتاز. خلاص يبقى احنا اتفقنا لو عملوا احصائيه كده 80% من السي بي بيبقى اقصر من الايه الكيو اللي انا محدده. زي المثال اللي احنا قلنا ده كمان اهو، بصوا كده انت عندك 3 بروسيس، 2 منهم اقل من الاربعه اللي انت محددها. خلاص جميل. عندي بقى نوع ثاني اسمه البريوريتي سكادلينج. ايه البريوريتي دي؟ البريوريتي بقى انك تدي اولويه. يعني ايه اولويه؟ ارتبهم حسب مثلا، والله اقول ده مهم جدا وده مهم وده متوسط وده اقل اهميه مثلا، فبدي رقم خلاص انتجر مع كل بروسيس. خلي بالك في اللينكس هنا السمولست معناه الاعلى بريوريتي، يعني 1 اعلى حاجه، 2 اقل، 3 اقل وهكذا. انما في الويندوز العكس، الرقم الاعلى هو البريوريتي الاعلى. مركزين معايا؟ تاني، في اللينكس الرقم الاقل يعني رقم 1 معناه ده الاول اعلى واحد، رقم 2 اللي هو الترتيب الثاني، رقم 3 الترتيب الثالث. في الويندوز لا، بيشتغل كانه بالدرجات، ال10 اكبر من التسعة وهكذا. بس في اللي خلينا لينكس دلوقتي، لينكس يبقى هنا 1 ده اعلى حاجه، وبعدين 2 وبعدين 3 وهكذا. فين يا رجاله؟ تمام. ممتاز. واحنا عارفين يعني ايه بريمتيف ونون بريمتيف. بريمتيف يعني تشتغل شويه وترجع تكمل، ونون بريمتيف لا تشتغل لحد ما تخلص. ففي عندي الشورت جو فيرست ده بريوريتي سكادلينج. ليه؟ لان بيشتغل بالاقل، هو عامل بريوريتي اهو، اقل واحده وبعدين الاكبر 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 وهكذا. في عندي بروبلم اسمها ستارفيشن. كلمه ستارفيشن يعني مجاعه. بيقول لي لو بريوريتي بروسيس ماي نيفر اكسكيوت. عارف ده زي ايه؟ لو انا جيت قلت لحضرتك مثلا يعني هعمل عندي البروسيس اديها ترتيب، زي مثلا اقول والله الاولويه بالرتبه مثلا، اللواء وبعدين العميد وبعدين العقيد لحد ما يجي العسكري مثلا. يعني حظك كل موجود لواءات وفي 2 مثلا اقل، فاللواءات هيخلصوا، جه بعد كده لواءات، اللواء اجي بعد كده مش عارف مدير شركه مثلا، وبعدين كده تحته موظفين، فالمديرين الاول. ايه اللي يحصل عندي لو انا عندي مثلا كل اللي جايين يتنفذوا البريورتي بتاعتهم مدير يعني، وفي عندي حته موظف غلبان، الموظف ده هيشتغل امتى؟ مش هيشتغل. الله ينور عليك. فده بنسميه ستارفيشن. بيحصل امتى؟ لما اللو بريورتي بروسيس يعني كل ما تيجي تتنفذ تلاقي جاي واحد اعلى منها، تيجي تتنفذ تلاقي واحد اعلى منها، فالدنيا لحد ما تموت تحصل لها مجاعه وايه، والبروسيس دي
تفقد الامل والله يرحمه. طب الموضوع ده نحله ازاي؟ بالايدجينج. يعني ايه الايدجينج؟ الايدجينج يا شباب بمعنى اللي هو البروسيس، كل ما تستنى كل ما تترقى. يعني انا اصلا مش هستنيني بقى موظف على طول، لا انا بقى لي دخلت مرتين ثلاثه اروح مرقيه، اخليه يعني مثلا ايه مشرف بعد شويه لحد ما يجي عليه وقته ويبقى ايه، يبقى مدير يتنفذ مع اللي يتنفذه. وصلت الفكره يا رجاله؟ ايوه يا دكتور. يبقى الاسترفيشن دي المشكله، يبقى له بريورتي بروسيس ماي نيفر اكسكيوت. ليه؟ لان كل اللي موجود اعلى منه. مثلا عندي بروسيس واحد 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 وهي خمسه، اول من الواحد دول خلصوا راح جاي لها اثنين 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 برضه تشتغل، اثنينات خلصت جت الثلاثات، ثلاثات وجا لها اثنينات، جا لها واحد، والخمسه دي عيني عمرها ما تتنفس. الحل الايجنج، كل شويه نرقيها رتبه، تبقى اربعه تبقى ثلاثه لحد ما يجي لها وقت وتبقى واحد فتتنفس. تعالى اديني مثال على الالجوريزم في البريورتي. بص كده اكزامبل اوف بريورتي سكادل، هقول لك البروسس اهي بي 1 2 3 4 5 والوقت التنفيذ بتاعها بتاخد 10 1 2 1 5. دي اولويه 3 1 4 5 2. ابدا بمين يا شباب؟ واحد. انهي واحد؟ البرس تايم ولا البريوريتي؟ لا لحظه كده، البريوريتي دكتور. الله ينور عليك يا احمد. يبقى هبدا بايه؟ هرتبهم حسب البريوريتي هنا، حسب دي. اعلى واحد هو الاول على الدفعه اللي هو واحد. طب في اتنين واحد؟ مفيش، لا هي واحد بس. حلو قوي. طيب يبقى ابدا بمين بالبروسيس دي؟ خدت الثانيه وخلصتي، مع السلامه. بعد كده اتنين، عايزه كام ثانيه؟ عايزه كام ثانيه؟ خمسه. واحد وخمسه سته، خلصت ومع السلامه. بعد كده مين اللي عليه الدور؟ ثلاثه. البي واحد اللي هي ثلاثه تاخد 10 ثواني، يبقى 6 و10 16، خلصت. بعد كده الاربعه بي 3 تاخد 2 يبقى 18، وبعد كده الخمسه اللي هي بي 4 اللي هي بتاخد ثانيه تخلص عند 19. حد كان في مشكله؟ لا دكتور تمام. احسب الافرج ويتنج تايم، بي 1 استنت قد ايه؟ ستة. صح، يبقى بي 1 6. حد تاني يقول لي بي 2 استنت قد ايه؟ حد تاني؟ بي 2 استنت قد ايه؟ زيرو. برافو نورهان، اه ممتازه. بي 3 بي 3 كم؟ 14. بي 3 بدأت عند كام؟ 16. بدأت عند كام؟ 16. المفروض مش بتطرحها من الاثنين؟ اثنين ايه؟ لا البرست تايم؟ لا برست تايم ده وقت التنفيذ، يعني هي محتاجه قد ايه عشان تخلص، مش وصلت امتى، مش ارايفل تايم. ماشي؟ معايا؟ الثانيه كانت ارايفل تايم زمن وصول، لا دي زمن تنفيذ، محتاجه كام ثانيه عشان تتنفس يعني. يلا بي اربعه. بي اربعه 18. برافو. دي خمسة واحد. برافو. اجمع صفر واحد 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 وستة سبعة وستاشر وتمنتاشر واقسمهم على عددهم اللي هو كام؟ خمسة صح؟ هيطلع تمانية واتنين من عشرة. ماشي يا رجالة؟ اجمع كده، اجمع اجمع، هيطلع واحد واربعين. واحد واربعين على خمسة فيها كام؟ 8.2. برافو تمام، يبقى 8.2 مللي مللي سكند. البريورتي دي فيها مشكله؟ لا تمام. خش بقى في مشكله، ايه اللي هيحصل لو لقيت اثنين نفس البريورتي؟
في 2 و2 عندي يعني. وفي 3 و3 أبدأ بمين؟ هاخد البرس تايم بتاعه اقل. لا مش شغالين كده. ها اول واحد هيقابلنا. لا على حسب البروس. لا برضه ركزوا كده في اللي قدامكم كده وحاول تستنبط الإجابة. هي قدامك. لا يقول هيبقى تمام. بص برقم شوف ده. البروسيس دكتور، ها الايه؟ بقول برقم البروسيس يعني بروسيس 2 لا ودي لا 3 فانا هاخد. لا لا هنا بقى بيثبت مع الراوند روبن، يقول لك لو اتنين اتساووا يبقى شغل كل واحد تايم سلايس اللي هو عامله مثلا 2 ملي سكند بس. اتنين يبقى اتنين نفس الرتبه، يبقى شغل ده ثانيتين وده ثانيتين، ده اتنين وده اتنين لحد ما يخلصوا عشان ما حدش يزعل. يبقى في حاله التساوي تشتغل راوند روبن، تشتغل ايه؟ يبقى اذا ده بريوريتي مع راوند ايه؟ روبن. فمديك راوند روبن ب 2 ملي سكند. تعال نشتغل. الواحد مفيش غيرها واحد، صح ولا لا؟ معايا؟ صح؟ اللي هي دي اعلى واحد ابدا بيه. بخلص بيه 4، محتاجه كام؟ 7. خلصت وتمام. بعد كده الاثنين، ده لقيت اثنين بروسيس مش بروسيس واحد. يقول لك تعال الاثنين والثلاثه، يقول لك بص انت مديني ايه؟ راوند روبن باثنين. يبقى هات الاثنين دي اديها ثانيتين من 7 ل 9، يبقى لها كام؟ يبقى لها 3. وخد الثلاث ادي لها ثانيتين يبقى لها 6. وبعد كده رجعت الاثنين ادي لها ثانيتين يبقى لها ثانيه. وبعد كده دي بقى لها 4، وبعد كده ادي لها الثانيه اللي ناقصه 15 و16 وكمل الثانيه ويبقى كده الاثنين خلصوا. طيب بعد كده الاثنين دول نفس الرده شغالهم ازاي؟ قال لك برضه راوند روب. يبقى بي 1 تاخد ثانيتين، وبعد 5 ثانيتين، بي 1 ثانيتين لحد ما يخلصوا. وصلت يا رجاله؟ فيها اي وصلت. مشكله؟ مين اللي مش فاهمه؟ ومحدش يتكسف. والله دكتور انا بحاول اجمع موضوع الراوند روبن ازاي الدمج اللي حصل، انا فاهم ومش فاهم في نفس الوقت مش عارف. تاني ولا اي حاجه خالص. انت بتشتغل الاول ليه بالبريوريتي؟ حلو؟ تمام اشتغلت بالبريوريتي اللي هي زي واحد دي كده، اللي هي بروسيس 4 اللي هي بريوريتي واحد. مفيش واحد غيرها صح؟ فاشتغلتها اديتها 7 وخلصت. أكيد طبعا. اول ما تلاقي بعد كده حاجتين بنفس الايه الدرجه راوند روبن راوند روبن، التايم سلايس عندك مدولك كام؟ 2 ملي سكند صح؟ فتروح مشغل الاولانيه 2، يبقى بي 2 اشتغلت من 7 ل 9 صح؟ اتفضل فيها كام؟ 6 3؟ لا 3، ما اشتغلت ثانيتين. هي التايم تمام كونتر مدالك 2 بي 2 اشتغلت الأول. تمام. ماشي؟ وبعد كده جبت بي 3 شغلتها 2 من 9 ل 11 وبقى فيها كام؟ 6. بعد كده ارجع شغل بي 2 تاني ثانيتين من 11 ل 13 بقى فيها كام؟ 1. بعد كده شغل بي 3 من 13 ل 15 بقى فيها كام؟ 4. وبعد كده بي 2 مش فيها غير 1، ريح من 15 ل 16 وخلصت صح؟ بعد كده دي فاضل فيها 4، شغلت الـ4 على طول وخلصت صح كده؟ صح. بعد كده جالي نفس الموضوع، لقيت اتنين نفس الرتبة اللي هي بي واحد وبي معلش يا دكتور، احنا ليه شغلناها 4 مرة واحدة على طول ما واحنا اصلا المفروض نشغلها مرتين؟ لأن هي خلاص خلصت. هي مش دي كده خلصت؟ ايوه أصبح في حد غيرها رتبة اتنين؟ خلاص تمام فهمت. فكملي بقى يا حاجة ما يهمكيش. تمام ماشي؟ في أي مشكلة؟ لا تمام كده ماشي، خليكم معايا يا جماعة ثواني. خلاص خلاص احنا نكمل. طيب بعد كده جت 3 و3، قال لك ماشي بي 1 وبي 5 اشتغل راوند روبن. دي
بي 1 ده ثانيتين اتفضل فيها 2، ودي ده ثانيتين اتفضل فيها ثانية، وبعد كده خدت الثانية دي اديها ثانيتين خلصت، والأخيرة محتاجة ثانية واحدة بس إذا خدت الثانية بتاعتها، وكده خلصنا خلصت زي الفل. واصلة تمام يا شباب؟ في أي وصلت. مشكلة في دي؟ صعبة؟ لا فهمت الحمد لله. ممتاز. عندي بقى المالتي بروسيسور سكادلينج. مالتي بروسيسور بقى جميلة جدا بقى، بيبقى عندي مش بروسيسور واحد، بقى عندي اثنين او ثلاثة او اكتر من كور، فكل واحدة ممكن تشتغل ان بارلل، يبقى السي بي سكادلينج مور كومبلكس لما يبقى عندي مالتيبل سي بي، لان كل سي بي يبقى له سكادلر وشغل جزء هنا وجزء هنا ونكمل ونعمل، فالموضوع بيبقى اصعب. فالمالتي بروسيس may be any one of the following architecture. المالتي كور كانه مالتي بروسيسور، يعني ما انتوا عارفين بروسيسور جوه اكتر من كور برضه بارل. مالتي ثريدد كورز ان يو ام اي نون يونيفورم ميموري اكسس، نون يونيفورم ميموري اكسس، وهيتروجينيوس مالتي بروسيسنج. دي كده اللي هي الايه الاركتكتشرز بتاعت المالتي بروسيسور. عندي حاجه اسمها يا جماعه اس ام بي او سيمتريك مالتي بروسيسنج. ده كل بروسيسور السيلف سكادلينج، كل بروسيسور كانه سكادلر لوحده. طيب بص كده معايا، اول ممكن يبقى عندي شكل ايه وبي، ايه الفرق بينهم؟ ده كومون ريدي كيو وده بير كور كيو. يعني ايه؟ يعني كده في عندي كيو اهي شير بين كل الكورز وكله بيسحب منها، خلاص الحاجات اللي عايزه تشتغل ده يسحب منها وده يسحب منها وده يسحب منها، يبقى اول ثريد may be in common ready queue. حلو. او يبقى عندي كل بروسيسور عنده البرايفت كيو بتاعته، يبقى ده عنده كيو بيسحب منها وده كيو بيسحب منها وده كيو بيسحب منها، خلاص يبقى ده شكلين كده بس يا جماعه، ده اسمه الكومون ريدي كيو وده اسمه البير كور ران كيو. المالتي كور بروسيسور بقى دي جميل. المالتي كور احنا في عندنا يا جماعه حاجه اسمها ميموري ستول سايكل والكمبيوت سايكل. يعني خلي بالك لو انا شغال بثريد واحد هنا انت في الميموري معايا يا شباب تمام، او البروسيسور شغال ميموري وبعدين استنى واشتغل استنى ويشتغل استنى ويشتغل، صح كده معايا؟ يبقى ريسنت ترند تو بليس مالتيبل بروسيسور كور على الفيزيكال تشيب اللي هو المالتي كور، يعني عشان بس توفر يبقى عندك تشيبايه واحده جوه اكتر من كور، اسرع وكونسيوم ليس باور تمام. هياخد الادفانتج بتاعت الميموري ستول بقى انه يمانج البروجريس. دي كده بص على دي كده بص بقى على لو انا هشتغل على اكتر من ثريد، يبقى هنا ممكن تشتغل وتعطل تشتغل وتعطل تشتغل وتعطل اند سون. انما هنا بص كده شغال على البروسيسور الثريد الاولاني، اول ما هنا يجي يقرا من ميموري الثاني يشتغل، يبقى هنا بص هتلاقي هنا بروسيسور ميموري، يبقى ميموري بروسيسور بروسيسور ميموري ميموري برو. يبقى اتش كور هاز اكبر من واحد هاردوير، وان هاردوير ثريد، اف وان ثريد عنده ميموري ستول يبقى سويتش لانذر ثريد، يبقى هتلاقي البروسيسور هنا شغال او هنا هنا هنا. بصوا يا شباب صح، في مشكله يا جماعه؟ يبقى ده المالتي ثريدد مالتي كور سيستم، وده يخلي الموضوع اسرع واحسن. وتخلي بالك لازم راعي شويه حاجات. نراعي ايه؟ في السيمتريك مالتي بروسيسور لازم اعمل لود بالانسنج، يعني ما يكونش عندك اربعه كور او اربعه بروسيسور يا جماعه، واحد يبقى شايل 90% والباقي كل واحده 5% او 2%، ينفع؟ يبقى لازم توزع الورك لود. ما تعملش بقى زي الشغل المكاتب المصريه، يعني تلاقي الموظف الغلبان الجديد يا عيني يحط له ويكوموا له الشغل والقديم يقعد باش، لا لازم نعمل لود بالانس. في عندي حاجه اسمها البوش مايجريشن والبول مايجريشن. ايه البوش مايجريشن والبول مايجريشن؟ هنا يا جماعه دي كده زي تاسك زي باتشاه كده، او عندي حاجه كده بتنفذ كل كام ثانيه، هو بيتشيك اللود بتاع كل بروسيسور، لو لقى حد عنده زياده يروح عامل شايل من عنده حاطط عند الفاضي. ماشي كده يا رجاله؟ كان بالظبط في سوبرفايزر موجود مشرف بيبص على المكاتب كل واحد قدامه قد ايه، لقى ده خمس ملفات خمس ملفات وده 10 ملفات،
يروح ال10 ده شايل منه 2 هنا و2 هنا. وصل يا رجاله؟ فيها مشكله؟ تمام يا دكتور. في البول مايجريشن بقى، ده الناس بقى الرقيقه الحساسه اللي عندها ضمير يعني. ده البروسيسور نفسه الايديال اللي مش شغال يروح يبص على زملاته، اللي عنده تاسكه زياده ياخدها منه ايه؟ يشغلها، زي الموظفين بتوعنا بالظبط اللي عندنا. تلاقي الموظف قاعد ما بيعملش حاجه وزميله عنده 100 ملف، يروح يدور لو عنده ملف زياده يديه لزميله ويقعد هو بقى ايه؟ ينام بقى مش شغل. اكيد طبعا اكيد. صح يا رجاله؟ حب الخير والله ما شاء الله. الله ينور عليك، اوعى حد يعمل كده يخرب بيت سنينكم. يبقى البول مايجريشن يا جماعه ان لا ده انت البروسيسور اللي بيروح ياخد من البروسيسورز الاخرى. البوش مايجريشن دي تاسك كده بتتعمل كان بالظبط تشيك كده، بتشيك كده على كل اللي موجود، اللي عنده زياده بسحب منه وادي البروسيسور تاني عشان نوزع الشغل. عند ريل تايم سي بي سكادلينج في عندي حاجه اسمها سوفت ريل تايم سيستم وهارد ريل تايم سيستم. السوفت ريل تايم خلي بالك بقول لك فرق بينهم. الكريتيكال ريل تايم تاسك هاف ذا هايست بريوريتي but no guarantee as to when task will be scheduled. يعني ايه؟ يعني بص يقول لك اللي ليك عندي اللي انا اديك اعلى بريوريتي، بس انا اضمن انك ما تتاخرش ما اضمنهاش، لان ممكن يكون انت بريوريتي واحد بس في غيرك كتير بريوريتي واحد، فده بنسميه سوفت ريل تايم ايه او ريل تايم سيستم. في بقى الهارد ريل تايم سيستم، لا ده هارد وير بقى او ده ستريكت، ده لازم السيرفيس تتنفذ في الوقت الايه المحدد. يبقى في السوفت الاولاني ده بيعلي البريوريتي بتاعته لاقصى حاجه، وانت وحظك بقى لقيت كله مديرين فانت انتظر ماليش دعوه. انما الهارد لا، لازم تتنفذ في الوقت المحدد ليك مهما كان. ماشي يا رجاله؟ ازاي انا دكتور يعني الهارد ما فيهوش بريوريتي؟ الايه؟ بقول الهارد ما فيهوش بريوريتي يعني لا بتشتغل اول حاجه تجيب لا إيه؟ في بريوريتي وكل حاجه، بس البريوريتي لوحدها ممكن ما تكفيش يا محمد. صح معايا؟ معاك. ممكن زي ما قلت لك كده كل اللي موجودين مديرين، طب انت هتعمل ايه؟ ما يبقى انت كده ممكن تعدي الوقت. صح؟ ده بالنسبه للسوفت. صح ده السوفت. انما الهارد مع البريوريتي بيبقى في عنده كمان حاجه زياده زي هاردوير كده، ان هو بحيث لو ده حصل لا يبقى لازم تعمل لكل واحد تزود حاجه له بحيث يعني ايه ينفذ في الوقت المحدد له، او كان له سلوت مخصوص له. معايا كده؟ ما حدش اسمه فيه. تمام وصل لحد كده. خلصنا الشابتر بتاعنا، وده شابتر من اجمل الشباتر، لان في مسائل لما تيجي تحله بايدك وتشتغل هتلاقي الموضوع ان شاء الله جميل. يبقى المطلوب من سعادتك لحد ما ان شاء الله نتقابل. هلا يا شباب. طب الجي سي سي يا دكتور مش هتنزل موك؟ هنحل امتحانات ما تقلقيش خالص. عايزين يعني امتحان كده يبقى محلول قدامنا. ما انت يعني عندك الاسئله بالحل. ما انا عندي، ما انا بعت لك اسئله بالحل وفي مسائل، انت عايزه ايه تاني؟ طيب ماشي خلاص، وهنحل امتحانات سابقه ان شاء الله، فما تقلقوش خالص يعني. دكتور لو سمحت اتفضل. هو الامتحان هيجي النظري والمسائل زي دي صح؟ بس ان شاء الله. وممكن لينكس شيل سكريبت كود لينكس وين هو جزء كبير منها ولا لا؟ ممكن تلت مثلا او 20%. طب على موضوع الورك شوب هنعمل ايه؟ الورك شوب ان شاء الله في خلال الاسبوع ده هتاخده 2 أو 3. لو سمحت يا دكتور بعد اذن حضرتك، بكره لو ما بداش معانا الورك شوب يعني عيب بصراحه اللي هو بيعمله، مفيش اي التزام.